شهد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات البحرية بوصول الفرقاطة متعددة المهام تحيا مصر من طراز فريم، والتي تعد الأحدث من نوعها في العالم والأولى من طرازها في المنطقة. بدأت مراسم الاحتفال بكلمة اللواء بحري أركان حرب أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية، أكد فيها أن مقاتلي القوات البحرية بما يملكونه من تدريب راق ووحدات وأسلحة بحرية حديثة يمارسون مهامهم بكل قوة وحزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية. وقام الفريق أول صدق صبحي بمصافحة قادة الوحدات البحرية الجديدة وتسليمهم علم القيادة، كما قام برفع العلم المصري على لنشين للصواريخ من طراز سليمان عزت إذانا ببدء دخولهما الخدمة ضمن التشكيلات المقاتلة بالقوات البحرية. وتفقد القائد العام الوحدات البحرية الجديدة والتي تبدأ أولى مهامها بالمشاركة في تأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، واستمع إلى شرح من قادة وأطقم هذه الوحدات والتي تمثل إضافة قوية للقدرات القتالية للقوات البحرية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية تمكنها من تنفيذ مختلف المهام لحماية السواحل والمياه الإقليمية المصرية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك اعتزازه بعطائهم الوطني من أجل حماية الوطن وصون مقدساته. وفي نهاية الاحتفال قامت كافة القطع والوحدات البحرية المشاركة بإطلاق الصفارات البحرية والمشاعل الضوئية احتفالاً بانضمام القطع البحرية الجديدة للخدمة بالقوات البحرية، والتي تعد إضافة كبيرة للقدرات القتالية للقوات المسلحة. كما شهد الفريق أول صدق صبحي مراسم الاحتفال بانضمام 8 طائرات من المقاتلات الحديثة متعددة المهام من طراز F-16 إلى قواتنا الجوية، واستمع إلى شرح لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التي زودت بها طائرات القتال الحديثة وما تمثله من دعم لمنظومة الكفاءة القتالية داخل التشكيلات الجوية ومواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح وأساليب القتال الجوي الحديثة. وأكد الفريق أول صدق صبحي أن القوات الجوية تنفذ العديد من المهام غير المسبوقة خلال الفترة الحالية خلال الحرب على الإرهاب وتأمين الحدود والتصدي بكل قوة وحزم لأي محاولة للمساس بأرض مصر ومجالها الجوي، معربا عن سعادته بالمستوى المتميز والاستعداد القتالي العالي الذي وصل إليه مقاتلو القوات الجوية ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة خلال تنفيذ جميع المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف بدقة وكفاءة عالية.